مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء التي لم تعد منتشرة كثيرا في مجتمعنا الحاضر، ومع أنه يحمل معاني قوية ومميزة وجذابة، ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم عناد. عناد اسم علم مؤنث عربي، وهو مصدر الفعل عاند، أي قاوم وناضل من أجل رأيه حتى ولو كان رأيه مخالفا للصواب. معناه صاحبة الرأي الصلبي والمصرة على رأيها ولا تحيد عنه حتى ولو كانت على غير الصواب. الصعبة المرتقة، المعارضة والمعاندة. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة يشعر من حولها بالكبرياء والتعالي في شخصيتها، إلى أنها غير ذلك فهي إنسانة طيبة وخجولة بعض الشيء. تفكر بعمق شديد، مما يصعب على المحيطين بها معرفة مقاصدها وما يخطر في دواخلها. لا تبخل بشيء لمن يحتاجها، فهي صاحبة نخوة وكرم نفس. لا تثق سريعا بالآخرين، ولا ترى نفسها مخطئة أبدا. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم عناد؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.